ألا يقول: هل الاستمناء من مفسدات الصوم؟ هل هو من مفسدات الصوم؟ وإذا استعمله فماذا يفعل؟ والصلاة الطائرة كيف تكون صفتها؟ الاستمناء وهو إخراج المني بسبب بالعبث في الذكر، استمني بيده يعالج ذكره حتى ينزل المني، هذا حرام ولا يجوز أبدا في كل الأيام، ما يجوز، لأن هذا استعمال للفرج فيما لم يبحه الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله لم يبح الاستمناء إلا بالجماع بالزوجة أو ملك اليمين، وما عدا ذلك فهو حرام، ويجب حفظ فرجك عن هذا الشيء. وإذا حصل وأنت صائم فإنه يبطل الصيام، إذا حصل منك وأنت صائم يبطل الصيام، وإذا حصل منك وأنت مفطر فأنت تأثم، وإذا حصل وأنت صائم فأنت تأثم ويبطل الصيام أيضا، يكون أشد. فعلى من يعمل هذا الشيء أن يتوب إلى الله وأن يترك هذه العادة السيئة. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي يستطيع تكاليف الزواج يتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ما قال يستمني، قال عليه بالصوم، فإنه له وجة، لأن الصوم يضعف الشهوة، الصوم يضعف الشهوة ويعالج هذا الأمر. أما الاستمناء فهو حرام ولا يجوز، وإذا حصل وهو صائم بطل صيامه.